السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين الدرس الأول جبر طلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2025. الدرس الأول اسمه متطلبات قبلية على الوحدة الأولى، مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لأن الوحدة الأولى والوحيدة أنت عندك وحدة جبر بس عبارة عن 6 دروس، هي بتعتمد 90% منها على التحليل وعلى حل المعادلة التربيعية وازاي بنمثلها بياني وبنطلع الحلول وعدد الحلول، كل ده مهم جدا جدا. فده الدرس اللي هيدربنا على كل ده وهيفكرنا باللي احنا درسناه في تاني اعدادي اللي هي طرق التحليل، وفي تالت اعدادي اللي هي حل المعادلة التربيعية بفضل الله. طبعا باذن الله بدايه جديده، بدايه خير باذن الله. هحل معاك الاخطر بالكامل، هحل معاك ان شاء الله المقالي بالكامل والاختبارات التراكميه ان اراد ربنا بفضل الله. الناس كانت بتشتكي بقى يا باشمهندس انت بتحل في الورق، يا باشمهندس احنا بنشوفك هتزهق مني بقى كتير جدا جدا. هنبدا نحل على السبوره بتاعتنا باذن الله، الناس بتحب الطريقه دي وبتحس ان فيها تفاعل اكتر، فقدرنا بقدر الامكان يعني نحاول نعمل لكم حاجه محترمه. فباذن الله هنبتدي هنا حل التمارين على السبوره. زي ما انت متعود مني هينزل لك الاخطر والمقالي، وقلنا الاختبار ان شاء الله ان اراد ربنا كل يوم فيديو باذن الله، سواء الاولى ثانيه ثانوي او ثانيه ثانوي ان شاء الله، وفيديو التفاصيل ده باذن الله هنزله لك باذن الله. ما تقلقش، الترم الاول بيبقى معانا براح كبير جدا جدا، فما عشان الرسائل كتير تتاخرت في التنزيل انت مش هتنزل، لا هنزل باذن الله السنه دي بامر ربنا. تعالى كده نسمي بسم الله يلا، وتعالى نشوف التمارين بتاعتنا بتقول ايه. السؤال الاول بيقول لي مجموعه حل المعادله س تربيع ناقص 1 بيساوي 0 في ح. طبعا انت درست ح اللي هي مجموعه الاعداد الحقيقيه، دي درسناها في ثانيه اعدادي وكملنا عليها في ثالثه اعدادي، وقلنا ده عباره عن مجموعه الاعداد النسبيه وغير النسبيه. كلام جميل جدا. عشان هناخد بعد كده الدرس اللي جاي حاجه اسمها الاعداد المركبه، هيبقى الرمز بتاعها كاف، عشان كده لازم نركز ونقول هو بيقول لي حل المعادله دي ايه في ايه. تمام، كنا بنحل المعادله دي ازاي؟ دي لها اكتر من طريقه. والله يا باشمهندس انا ممكن اقول س تربيع ناقص 1 بيساوي 0، اقول ده انا عارفها دي فرق ما بين مربعين. تمام، فانا ممكن ابدا احلل دي كده يا باشمهندس. الس تربيع عباره عن س في س، الاخير سالب يبقى موجب في سالب، عشان موجب في سالب يديني سالب، والواحد هو عباره عن 1 في 1. حلو جدا. وكنا بنبتدي نقسم كراستنا كده واقول ممكن القوس الاولاني اللي هو س زائد 1 يساوي 0، وممكن القوس الثاني اللي هو س ناقص 1 بيساوي 0. حلو جدا. لما ابدا اودي الواحد ده الناحيه الثانيه فيبدا الس بتساوي سالب 1 لانه اتحرك فاشرته تتغير، وهنا السالب 1 لما يروح الناحيه الثانيه يبقى الس بيساوي 1. يبقى كده عرفت ان مجموعه الحل سالب 1 وموجب 1. واحد تاني يقول لي لا انا مش هعملها كده، انا هقول س تربيع ناقص 1 بيساوي 0، اقول لك تمام. اودي السالب 1 الناحيه الثانيه يبقى س تربيع بتساوي 1، وطالما ده جذر تربيعي فهحط له الجذر التربيعي، ده اس 2 معلش، فانا هحط له الجذر التربيعي بتاعه، فيبتدي الجذر يشيل الاس فيفضل س ويساوي، بصيت على الاس لقيته زوجي يعني 2 ومضاعفاتها فبحط موجب او سالب، وجذر الواحد بواحد، فانا كده عرفت ان الحل بتاعي موجب وسالب 1، وهنا برضه طلع لي الحل بتاعي يا اما 1 يا اما سالب 1. طيب فاي غلط، 1 غلط لان في سالب 1. هتقول لي دي موجب وسالب 1 يا باشمهندس اختارها، اقول لك لا. ليه؟ لان هنا بيقول لي مجموعه الحل، ومجموعه الحل لازم بتبقى في قوس مجموعه، وبكتب الحلول بتاعتي اللي هي سالب 1 وكام؟ 1. يبقى الاجابه بتاعتي قوس المجموعه اللي جواه 1 وسالب 1 اللي هو بالنسبه لي الاختيار ايه؟ الاختيار ده. خلاص، كل دي حاجات قديمه احنا بنتعلمها، وانا بفكرك بكل الطرق، انا عارف ان الحاجات دي سهله ولكن برضو لازم ايه؟ لازم تعرفها. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي مجموعه حل المعادله س تربيع ناقص 6 س زائد 9 بيساوي 0 في ح. خلاص يا باشمهندس انا تمام كده، همسك المعادله اللي هي س تربيع ناقص 6 س زائد 9، الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي 0. هبتدي احلل مفيش مشكله، دول بقى 3 حدود، فهنحلل عادي جدا. الس تربيع عباره عن س في س، الاخير موجب، الاخير اللي هو الحد ده. تمام، يبقى الاشارتين شبه اللي في النص سالب. حلو جدا، عددين ضربهم 9 مجموعهم 6 يبقى 3 في 3. ايه ده؟ القوسين شبه بعض. ايوه، يعني ده كان مربع كامل، يعني ده كان اصله س ناقص 3 الكل تربيع بيساوي 0. صح، عشان انا لو فكيت ده هيديني المقدار ده. تمام، ف
فقلنا القوسين شبه بعض، انا مش مضطر بقى اقسم واقول ده بيساوي صفر ده بيساوي، خلاص القوسين هيودوني لنفس الناتج. بمعنى ايه؟ لما اجي اقول س ناقص 3 بيساوي صفر، لما اودي السالب 3 الناحيه الثانيه فمنها مباشره الس بتساوي 3، وهنا برضو نفس الكلام هيبقى س ناقص 3 بيساوي صفر، لما اودي الناحيه دي يبقى الس بتساوي برضو بكام؟ برضو ب3. خلاص الدنيا مش فارقه معايا لان القوسين شبه بعض، فانا عارف ان انا هطلع نفس الحل. وكنا بنقول ان الجذرين هنا بيبقوا حقيقيين متساويين، وده هنعرفها من دراستنا في الترم باذن الله. حد هيقول لي ده جذر واحد، اقول له لا هما اتنين، ثلاثه وثلاثه. تمام، يبقى انا بالنسبه لي مجموعه الحل المجموعه اللي فيها ايه؟ المجموعه اللي فيها ثلاثه، اللي هو بالنسبه لي الاختيار ايه؟ الاختيار ايه؟ ماشي. هنشوف اللي بعدها كده. مجموعه حل المعادله س تربيع ناقص س بيساوي صفر، فحاح برضه مفيش ادنى مشكله، ادي س تربيع ناقص الس بيساوي صفر. تمام، دول حدين. طب دول فرق ما بين مربعين؟ لا يا باشمهندس، بس انا شايف السين متكرره، خلاص هاخد السين الصغيره عامل مشترك، يبقى انا هاخد السين. وطالما انا اخدت عامل مشترك بقسم، يعني ايه بقسم؟ يعني بقول السين تربيع السين فيفضل لي السين. حلو جدا. طب دي كده على بعضها سالب سين، لما اقول على سين، ما هو سالب سين على سين يبقى سالب واحد، عشان انت بتتلخبط في الاشارات. يبقى انا كده اخدت السين. عايز تتاكد اضرب السين دي في القوس، س في س بس تربيع س في سالب واحد بسالب س، يبقى انا ما عملتش اي حاجه. تمام، ونبتدي برضو نقسم الكراسه بتاعتنا ونقول الاول، ما هو الاول ده اللي هو س بيساوي صفر على طول، خلاص يبقى س بيساوي صفر. والقوس الثاني اللي هو س ناقص واحد بيساوي صفر، اودي السالب واحد الناحيه الثانيه يبقى منها س بتساوي كام؟ س بتساوي واحد. يبقى انا بالنسبه لي معايا ان س بتساوي صفر ومعايا ان س بتساوي كام؟ س بتساوي واحد، يبقى مجموعه الحل صفر وواحد. هنا هختار صفر وواحد، مفيش مشكلة في قوس مجموعة اللي هي دي. خلي بالك وهيجي لنا في سؤال بعد كده، لو كان بيقول لي بدل ح دي أم قايل لي ح ستار. طب ما خلي بالك ح ستار اللي هي ح ما عدا مين؟ ح ما عدا الصفر. فساعتها أنا مش هاخد الحل اللي هو عبارة عن الصفر، فأنا هاخد الواحد بس. تمام. ممكن يقول لي في ص الموجبة، ما ص الموجبة مفيش فيها الصفر، فهاخد الواحد بس. كل دي حاجات ممكن تقابلك وبتلخبط ناس كتير، فركز فيها. تمام، تعال نشوف اللي بعده. رقم 4 بيقول لي مجموعة حل المعادلة س تربيع زائد 3 س بيساوي صفر، أهي فح ستار. والله أنا لو ذكي شوية أنا ممكن من بداية الحل كده ح ستار عبارة عن ح ما عدا الصفر، فأنا هستبعد أي إجابة فيها الصفر. ماشي، فدي فيها صفر فأكيد غلط، ودي عبارة عن نقطة أصلا، خلي بالك دي عبارة عن نقطة، ده قوس بتاع زوج مرتب، يعني دي النقطة اسمها صفر وسالب 3، فدي أصلا مش مجموعة حل، يبقى يكون ممكن أستبعد. يبقى يا اما الاجابه فاي يا اما سالب 3. ممكن اخد السالب 3 اعوض بيها في المعادله، ولو حققت يبقى هي الصح من غير ما اعمل عامل مشترك. ازاي؟ مش دي سالب 3 ودي س تربيع؟ خلاص انا هشيل الس واحط سالب 3 وهي تربيع زائد 3 س، يعني 3 في سالب 3. تعال نشوف الكلام ده كده، سالب 3 تربيع السالب مع الاس الزوجي بياكله، يبقى دي 9 زائد 3 في سالب 3 بسالب 9، طبعا ده عدد ومعكوسه الجمعي يبقى بصفر، يبقى فعلا دي بتحقق، يبقى الاجابه دي تمام وزي الفل. دي طريقه. الطريقه الثانيه زي ما حلينا السؤال اللي فات، ان اقول س تربيع زائد 3 س بيساوي صفر، بسال نفس السؤال، دول حدين ولا ثلاثه؟ اثنين. طب دول فرق ما بين مربعين؟ لا يا باشمهندس، خلاص يبقى في عامل مشترك اللي هو السين المتكرر، فانا هبتدي اخد س عامل مشترك واقسم س تربيع على س فيها الس زائد 3 س على س فيها الثلاثه، الكلام ده بيساوي صفر، وبقسم الاول اللي هو السين ممكن يساوي صفر مباشره، والحل ده مرفوض. ليه يا باشمهندس مرفوض؟ لان انا بحل في حاي ستار، وحاي ستار ما فيهاش الصفر. يا اما الحل الثاني اللي هو عباره عن سين زائد 3 بيساوي صفر، لما اودي دي الناحيه الثانيه يطلع ان قيمه السين بسالب 3، يبقى فعلا الاجابه بتاعتي هي مجموعه الحل اللي هو قوس المجموعه فيها العنصر سالب 3، اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار الثاني. ماشي، السؤال اللي بعد كده بيقول لي عدد حلول المعادله، يعني انت حل المعادله وشوف الجذور اللي طلعت لك كام جذر، مفيش مشكله خالص. فانا هبتدي امسك س تربيع زائد 9 واقول بتساوي صفر. لو انت فاكر كنا في ثانيه اعدادي دي بنقول حاجه اسمها مجموع مربعين، يعني ايه؟ الس تربيع دي دايما هتطلع لي عدد موجب، زائد التسعة اللي هي عدد موجب، فعدد موجب زائد عدد موجب هيديني موجب، يعني عمره ما هيساوي صفر. يبقى المعادله دي ما لهاش حلول، فانا ممكن اقول عدد الحلول بيساوي صفر. دي طريقه. الطريقه الثانيه هنشتغل تقليدي خالص، انا اودي التسعه الناحيه الثانيه، يبقى السين تربيع بتساوي سالب 9،
ده جهاز اس كام؟ اس 2، يبقى احط له جهاز تربيعي اللي يشيله، واحط الجذر هنا. الجذر برضه كالعاده هيشيل الاس، فيبقى لي السين بيساوي الاس هنا زوجي، فبحط موجب وسالب. جذر سالب 9 دي، خلي بالك ان جذر سالب 9 دي لا تنتمي لمجموعه الاعداد الحقيقيه. لان احنا قلنا في الاعداد الحقيقيه ما فيش جذر العدد سالب، وطالما دي لا تنتمي يبقى ما فيش حلول، يبقى الحل بتاعي فعلا ايه؟ فعلا صفر. خلي بالك ان جذر سالب 9 دي هناخدها في الاعداد المركبه باذن الله بتساوي 3 ت، اللي هو الدرس الجاي. لو كان بيقول لي حل في كاف كنت طلعتها موجب وسالب 3 ت. خلاص؟ مش عايزين نسبق الاحداث، ولكن احنا عارفين دي ما بتنتميش لحق، يبقى عدد الحلول صفر. لو كان قال لي في كاف طبعا كان هيبقى معايا حلين. تمام؟ تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي الشرط الذي يجعل المعادله ا س تربيع زائد ب س زائد ج بيساوي صفر تربيعي. ماشي. هديك مثال بسيط قوي. لو انا معايا معادله زي دي كده، 2 س تربيع زائد 3 س ناقص 5 بيساوي صفر. المعادله دي تربيعيه، ليه؟ لان اكبر اس في المعادله هو 2، يبقى دي معادله تربيعيه. هي دلوقتي لو دي 2 فهي معادله تربيعيه. طب لو دي سالب 2 برضه معادله تربيعيه. تمام؟ يعني انا بالنسبه لي اللي قبل الس تربيع سواء عدد موجب او سالب هيخليها معادله تربيعيه. تمام؟ فبيقول لي الشرط اللي بيخلي المعادله دي ا اكبر من الصفر، يعني ا يبقى عدد موجب. خلي بالك معنى ا دي يعني يبقى موجب بس، اهي موجب بس. وده غلط. ليه؟ لان الشرط ده ناقص، لان هو ينفع ا يبقى عدد موجب وينفع يبقى عدد سالب. فده كده ا هستبعدها، لان في ناس كتير بتسال هي ليه دي غلط، مع ان لو ا عدد موجب هيحافظ على السين تربيع، فده السبب ان الشرط ده ناقص. تمام؟ والشرط اللي شبهه الف اقل من الصفر، يعني ده معناها سالب بس. ما هو سالب بس ينفع وموجب كمان ينفع، صح؟ فانا بالنسبه لي ان الشرطين دول ناقصين، فالاجابتين دول هستبعد. طيب انا بطبق لك على المعادله اللي قدام. بيقول لي بقى الشرط ان الف لا يساوي الصفر. انت عارف الف لا يساوي الصفر يعني ايه؟ يعني الف بينتمي لمجموعه الاعداد الحقيقيه ما عدا الصفر، اللي هي حاي ستار. يعني اي عدد ما عدا الصفر. وانت عارف اي عدد ما عدا الصفر يعني ايه؟ يعني ينفع يبقى موجب وينفع يبقى سالب. يعني هو جمع للشرطين دول مع بعض. طب ما دي صح. ليه؟ لان لو اللي قبل السين تربيع دي صفر، ما هو صفر في اي حاجه بصفر، فبالتالي السين تربيع هتختفي، فاصبح المعادله بتاعتي كانها 3 س ناقص 5. و3 س ناقص 5 دي اصبحت معادله خطيه، يعني كده بالنسبه لي ما بقتش ايه؟ ما بقتش تربيعيه. يبقى فعلا الشرط اللي بيخلي المعادله بتاعتي دي تربيعيه ان الالف يساوي اي عدد ما عدا الصفر، اهو اللي هو الالف س تربيع. خلي بالك ان كان ممكن بدل الالف ده مثلا كتب لي هنا كاف، يبقى الشرط ان كاف لا تساوي الصفر. المهم اللي قبل الس تربيع ما يساوي الصفر. كلام جميل، كلام جميل. ا لا يساوي الصفر وب لا تساوي الصفر، ب ا لا يساوي الصفر صح. ب لو ساوت الصفر ما فيش مشكله. ليه؟ تعالى طبق لك. ب دي اللي هي قبل السين، فنفس المعادله هي اللي هي س تربيع زائد 3 س ناقص 5 بيساوي صفر. لو اللي قبل السين دي يا باشمهندس دي كده، انا دلوقتي هنا صفر، فصفر في اي حاجه بصفر، فالجزء ده هيتشال، فيفضل لي س تربيع ناقص 5. هل دي مش تربيعيه؟ تربيعيه، لان انا لغيت السين، ففضل عندي برضه ان اكبر اس هو الكام؟ هو الاثنين. حلو. فبالنسبه لي ان بقى لا تساوي الصفر ده مش شرط، فالجزء ده غلط. فطالما في حاجه صح وحاجه غلط ما ينفعش برضه اختار الاجابه دي. تمام؟ يبقى انا فسرت لك الثلاث اجابات عشان تبقى فاهمهم ان شاء الله. اللي بعده بيقول لي المعادلتين التربيعيتين دول س تربيع ناقص 3 س زائد 2 بيساوي صفر، و2 س تربيع ناقص 5 س زائد 2 لهما حل مشترك. هو ايه؟ والله يا باشمهندس وركز معايا، الحل المشترك يعني قيمه بتنفع فيهم هما الاثنين او بتحقق المعادلتين. ممكن امسك الاجابات واجرب، بس ممكن لو هي مش اول اجابه تاخد مني وقت، لو هي اخر اجابه يبقى انا طولت جدا. فالحل السهل ان انا همسك المعادله الاولى اللي هي س تربيع ناقص 3 س زائد 2 بيساوي صفر، وابتدي احلل. الس تربيع هي عباره عن س في س، الاخير موجب، الاشارتين شبه اللي في النص، واللي في النص عندنا ايه؟ سالب. تمام؟ تمام. عددين ضربهم 2 مجموعهم 3، يبقى هي بالنسبه لي 2 في 1. زي ما اتفقنا بنقسم كده، بنقول الاول اللي هو س ناقص ال2 بيساوي صفر،
ده هتروح يبقى منها ان قيمه السين ب2، والتاني اللي هو س ناقص 1 بيساوي 0 ده هيروح ويبقى منها ان قيمه السين ب1. يبقى انا هنا في 2 وب1، خلي بالك طالما في حل مشترك يبقى يا اما الاثنين يا اما الواحد، فانا ممكن استبعد السالب 2 وممكن استبعد النص. فانت ممكن خلاص تجرب الاثنين والواحد في المعادله الثانيه وتشوف مين بيتحقق. مش عايز تعمل الحركه دي، امسك المعادله الثانيه 2 س تربيع ناقص 5 س زائد الاثنين بيساوي صفر، وابتدي حللها، مفيش ادنى مشكله خالص بالنسبه لي. تمام كده؟ تمام. الاثنين س تربيع عباره عن 2 س في س، الاخير موجب الاشارتين شبه اللي في النص سالب. خلي بالك انت عايز هنا سالب 5، فالاثنين دي 2 في 1، احط الاثنين هنا وهنا 1. ليه؟ لان هنا 2 في 2 ب 4 وهنا سالب 1 يبقى سالب 5. اقسم كرافتي، اقول 2 س ناقص الواحد بيساوي صفر، اودي السالب 1 يبقى الاثنين س بيساوي 1، هقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، فده هتروح يبقى اذا قيمه السين بكام؟ بنص. طبعا لو جيت بصيت النص مش موجود هناك، يعني هناك 1 و2، فاكيد اصلا انا هستبعده. طب الثانية هي س ناقص الاثنين بيساوي صفر، أودي دي فتطلع قيمة السين ب2، يبقى فعلا في هنا قيمة السين ب2 وفي هنا قيمة السين ب2، فده الحل المشترك إن قيمة السين بالنسبة لي بتساوي 2، ويبقى بالنسبة لي الاختيار أ هو الاختيار إيه؟ الصح. اللي بعده بيقول لي إذا كان ص ناقص 4 الكل تربيع بيساوي 36، حيث ص أقل من الصفر. ص عدد سالب، فواحد هيجي يشغل دماغه يقول لي 2 غلط و10 غلط و14 غلط، الاجابه سالب 2. باشمهندس ما هو قال لي ص اقل من صفر. ده لو كان بيقول لي اذا فان ص بتساوي، يعني ص لوحدها، فصح كان ممكن تشغل دماغك وتختار سالب 2. ولكن هو ص جمع عليها عدد، يعني ص دي لو سالب 1 يبقى سالب 1 زائد 4 بكام؟ 3. لو سالب 2 يبقى سالب 2 زائد 4 بكام؟ 2. وصلت يا باشمهندس، حلو قوي. في واحد تاني ذكي شوية برضه، هيعمل إيه؟ هيقول لي إن ص دي هي عدد سالب بس أقل من الأربعة. مش فاهم حاجة. يعني دي لو سالب 5 زائد 4 يقول لي سالب 1، أقول لي يا باشمهندس ما فيش في الإجابات سالب. ويقعد يشغل دماغه ويجيب الإجابة، بس إحنا مش عايزين نعمل القصة دي كلها. إحنا عايزين نتعلم، فدي كده أنا هاخدها ص ناقص الأربعة الكل تربيع بيساوي 36، ده أس كام؟ أس 2. فاللي يضيعه الجذر التربيع. الجذر هيقوم شايل لي الاس، فيفضل لي ص ناقص الاربعه بيساوي الاس زوجي، يبقى لازم احط موجب وسالب، وجذر ال 36 6. برافو عليك. فانت كده عندك حلين، الحل الاول ان ص ناقص الاربعه بتساوي 6، والحل الثاني ان ص ناقص الاربعه بتساوي سالب 6. طبعا لما اودي السالب 4 هنا يبقى الص بتساوي 6 زائد 4 اللي هي 10، ولما اودي دي هنا يبقى الصاد بتساوي سالب 6، هيجي لها موجب 4 يبقى سالب 2. حلو جدا. هو قال لي هنا ان صاد اقل من الصفر، فال10 دي مرفوض، لان ال10 ده عدد موجب، يبقى انا هاخد الصاد بكام؟ في سالب 2. خلي بالك انت كده عرفت قيمه الصاد، هو عايز بقى صاد زائد 4، يعني سالب 2 زائد 4. سالب 2 زائد 4 يديني موجب 2، يبقى الاجابه بتاعتك الاختيار ب موجب 2. اللي بعده بيقول لي اذا كان منحنى الداله التربيعيه د يقطع محور السينات في النقطتين 2 و0 وسالب 3 و0، فعايز مني مجموعه حل المعادله داله س بتساوي 0 في ح. بص معايا، داله س دي اللي احنا بنسال دايما ونقول هي كانها ص، ماشي؟ فاحنا عايزين نقط حل المعادله التربيعيه امتى الص بتساوي 0، يعني النقط اللي الص فيها 0. لو جيت بصيت على النقطتين دول هتلاقي ان هنا ص بصفر وهنا ص بصفر، يبقى مجموعه الحل الارقام الاولانيه دي اللي هي 2 وسالب 3، يبقى سالب 3 و2 او 2 وسالب 3 فتقوس مجموعه. هتقول لي دي يا باشمهندس، هقول لك دي عباره عن نقطه، واحنا ما بنختارش نقطه. لما تلاقي الزوج المرتب في مجموعه الحل اعرف ان انت مش بتختار. دي طريقه. الطريقه الثانيه يا باشمهندس، تعالى كده نتخيل ان انا معايا المنحنى. ازاي؟ لو احنا جينا قسمنا دي كده 1 2 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 مثلا. هو الوقت قال لك ان هو بيقطع محور السينات في النقطة 2 و0، يعني النقطة دي، وبيقطع في النقطة سالب 3 و0 اللي هي النقطة دي. خلاص، حلو جدا وزي الفل. المنحنى دي اللي احتمالين، يا إما يبقى مفتوح لأعلى يعني عامل كده، يا إما مثلا مفتوح لأسفل مثلا كده، مثلا مش هتفرق معايا.
المهم ان المنحنى ده قطع محور السينات في النقطتين دول، فكنا بنقول مجموعه الحل هي نقطه تقاطع مع محور السينات اللي هي النقطه دي اللي هي عباره عن 2 والنقطه دي اللي هي عباره عن كام؟ سالب 3. يبقى فعلا مجموعه الحل 2 سالب 3. طب لو مثلا كان في هنا نقطه زياده عباره عن، ركز بقى معايا، 0 و5 مثلا، يعني مثلا زي المنحنى اللي مقلوب ده بيقطع هنا، فالنقطه دي 0 و5. هل اخد 5 معايا في مجموعه الحل؟ لا، لان ده بيقطع الصادات وانا ماليش دعوه بالصادات، انا عايز الصاد بتاعته هي اللي بصفر. خلاص، يا رب تكون فهمت السؤال بقى بكل ايه، بكل اللي حواليه. طيب السؤال 10 ده يعتبر من اهم الاسئله الموجوده عندك في التمارين، وركز فيها الله يكرمك. بيقول لي اي من العبارات التاليه تكون صحيحه بالنسبه للمنحنى الدال حيث دال س بتساوي س في ا ناقص س. بيقول لي المنحنى يقطع محور السينات. بص يا باشمهندس، اول واحد عشان ما نصعبش على نفسنا، يقطع محور السينات يعني خلي الصاد بتساوي صفر، صح؟ اي نقطه على محور السينات الس موجوده والصاد مش موجوده، تمام؟ فخلي بالك ان دال س دي هي هي الصاد. طيب انا عايز اخلي الصاد دي بتساوي صفر، يبقى انا هشيل دال س اللي هي الصاد واخليها بتساوي صفر، اهو بيساوي الكلام اللي هو عباره عن س في ا ناقص س. خلي بالك دي كانها معادله ومتحلله قدامك، طالما حاجه بتساوي صفر كنت بقسم الكراسه اقول يا اما الاول يساوي صفر، يعني يا اما الاول اللي هو س يساوي صفر، يا اما الثاني اللي هو ا ناقص س بيساوي صفر. لو انا وديت السالب س الناحيه الثانيه فهتروح بموجب س، يبقى قيمه الس بكام؟ بألف. يبقى انا بالنسبه لي ان هو بيقطع محور السينات عند النقطتين دول ان الس بصفر والس بألف. طب خلي بالك الس بصفر فالصاد بصفر، ما دي صح؟ مش انا الوقت لما حطيت الصاد بصفر، بص قصه ان الصاد بصفر انتهت اهو، الاثنين هنا الصاد بصفر. السين جبتها بكام؟ جبت السين مره بصفر اللي هو الحل الاول ده، وجبت مره السين بألف اللي هو الحل ده، ما عشان قال لي بقطع محور السينات قمت حاطط الصاد بصفر، يبقى فعلا السين بصفر والسين بألف. يبقى انا بالنسبه لي رقم واحد دي زي الفل عليها وصح. دي خلصنا منها. طيب تعالى نشوف رقم اثنين. بيقول لي راس المنحنى هو ا على الاثنين و ا تربيع على الاربعه. ورقم ثلاثه بيقول لي محور التماثل المنحنى هو س بيساوي ا. بص الاثنين دول مرتبطين ببعض. ازاي؟ لو دي نقطه راس المنحنى وصح، فكنا بنقول ال الاول ده هو معادله محور التماثل، يعني في رقم اثنين دي معادله محور التماثل هي عباره عن س بيساوي ا على الاثنين. والثالثه معادله محور التماثل المنحنى س بيساوي الف، فالف على الاثنين مش هي الالف. يبقى انا بالنسبه لي واحد مع اثنين صح او واحد مع ثلاثه صح. وصلت؟ وصلت. فطبعا اثنين وثلاثه عمرهم ما يمشوا مع بعض، وجميع ما سبق عمرهم ما يمشوا مع بعض لان معادله محور التماثل مختلفه. خلاص؟ تمام. فانا الحل السهل بالنسبه لي كان معادله محور التماثل بيجي ازاي؟ افتكر معايا كده ان نقطه راس المنحنى كانت بتيجي عباره عن سالب ب على الاثنين الف، وهفكرك بيها دلوقتي، ودلت سالب ب على الاثنين الف. خلاص جميل جدا. كنت بعمل دي ازاي؟ كنت لازم اظبط المعادله، يعني المعادله دي عباره عن س في الف ناقص س. ماشي، اضرب س في الف يبقى الف س، وس في سالب س بسالب س تربيع. طب رتبها كده يبقى سالب س تربيع زائد ا س. حلو جدا. لما اجي اقول لك الالف بيساوي كام؟ خلي بالك الالف ده غير اللي طلعناه، احنا بنطلع من المعادله دي. الالف اللي هو قبل الس تربيع، اللي قبل الس تربيع هنا سالب واحد، يبقى الالف بسالب واحد. طب الباء يا باشمهندس، الباء اللي هي قبل السين، فاللي قبل السين هنا الف. حلو جدا. طب هي ايه الجيم؟ الجيم اللي هي الحد المطلق، فما فيش هنا جيم يبقى بصفر. خلاص؟ حلو قوي. بص معايا اللي هيحكمني ايه؟ سالب ب على الاثنين الف بس. بص معايا سالب ب يعني غير اشاره الب، الب بألف، يبقى سالب ب اللي هي سالب الف. طب اثنين الف، الالف بسالب واحد لما اضربه في اثنين يبقى سالب اثنين، السالب هيروح مع السالب يبقى عباره عن الف على الاثنين بس. مش مهم تكمل السؤال ليه؟ لان بالنسبه لي قلنا ده هو معادله محور التماثل. طب انا قلت لك من النقطه اللي هو جايبها لي ا على 2 و ا تربيع على 4 هي ده معادله محور التماثل، فانا خلاص عرفت ان 2 كده ايه؟ صح. يبقى انا بالنسبه لي ان 1 و 2 فقط هم الاجابه ايه؟ الصح. طيب انت مش متاكد ومقلق ومش عارف ايه؟ طيب تعالى بس نكمل. دي معادله محور التماثل كانت الداله دي عباره عن النقطه القيمه العظمى او الصغرى،
وكانت بناء على معامل سين تربيع. لو كان معامل سين تربيع موجب يبقى المنحنى ده مفتوح لاعلى يبقى قيمه صغرى، انما لو معامل سين تربيع سالب زي المساله دي كده يبقى قيمه عظمى، فهي هنا قيمه عظمى. ماشي، كل ده من ثالثه اعدادي لازم تبقى فاكره. طب انا دلوقتي يا باشمهندس عايز اتاكد ان راس المنحنى الف على 2 والف تربيع على 4، مفيش اي مشكله خالص. ازاي؟ مش انت دلوقتي جبت نقطه راس المنحنى الف على 2، فانا محتاج منك بس تجيب لي داله الف على 2، يعني هتشيل السين دي وتحط الف على 2 او السين تربيعها على طول، يعني دي سالب شيل السين وحط الف على 2 يبقى الف على 2 الكل تربيع زائد الف في سين تربيع يبقى الف، سوري الف في سين الف والسين اللي هي الف على 2 بس. حلو قوي، ادي السالب وهنا الف تربيع بربع البسط وهنا بربع المقام ب4، وهنا الف في الف يبقى الف تربيع، وهنا المقام بكام؟ ب2. بص ممكن اضرب هنا في 2 واضرب المقام في 2 فالاثنين دي تبقى 4. وانا لو اختصرت يا باشمهندس مفيش فيها ادنى مشكله خالص. ماشي، نمسح دي بس كده. لو اختصرت 2 على 4 هي اهي، تمام. فهنا كده البسط عباره عن ايه بقى؟ هيبقى بالنسبه لي هنا دي سالب الف تربيع مع 2 الف تربيع يبقى الف تربيع واحد، والمقام ب4 يبقى فعلا داله الف على 2 بألف تربيع على 4 يبقى فعلا الاجابه الثانيه صح. ولكن انا قلت لك انت ممكن تشتغلها بالطريقه اللي انا قلت لك عليها وتريح دماغك. ده يعتبر من اهم اسئله في التمارين بتاعتك. ماشي، بعد كده يا باشمهندس رقم 11 بيقول لي في المستوى الاحداثي ارسم منحنى الداله التربيعيه د، حيث داله س عباره عن سالب ا س تربيع زائد ب س زائد ج. دي المعادله، وكان راس المنحنى الداله 3 و1، فقطع المنحنى محور السينات مرتين حيث ا وب وج ثوابت، فاي من القيم الاتيه يمكن ان تكون قيمه ج؟ بص موضوع سهل وبسيط. لو انا جيت رسمت رسمه كده وجيت مثلا سميت هنا 1 2 3 مثلا، 1 2 3 نقطه راس المنحنى السين ب 3 والصاد ب 1، يعني هي النقطه دي. حلو جدا، المنحنى يا اما مفتوح لاعلى يا اما مفتوح لاسفل. واحد ذكي شويتين 3 4 5 هيجي يقول لي يا باشمهندس معامل سين تربيع هنا سالب، فطالما هو المعامل هنا سالب يبقى المنحنى ده مفتوح لاسفل. اقول لك مش شرط. ليه؟ هو قال لي الف وب وج ثوابت، ما قاليش موجب ولا سالب. يعني مثلا لو الالف ده بسالب 2 فسالب في سالب 2 بموجب 2. بس الفكره هنا حاجه ثانيه خالص. ايه؟ لو انا افترضت ان المنحنى ده مفتوح لاعلى عمره ما هيقطع السينات، لانه بيقول لي فقطع محور السينات مرتين، يبقى انا بالنسبه لي اتاكدت ان يا باشمهندس المنحنى ده مفتوح لاسفل. وصلت؟ وصلت. خلاص؟ يبقى اكيد ان المنحنى ده مفتوح لاسفل بالشكل ده كده، ما عشان يقطع محور مين؟ محور السينات. تمام؟ فبقول لي اي من القيم الاتيه يمكن ان تكون قيمه ج؟ كنا بنقول ج ده طول الجزء المقطوع من محور الصدر. ليه؟ لان لو حطيت السين بصفر دي هتطير فدي هتطير، والسين بصفر يبقى انا على محور الصدر، فالجيم دي بالنسبه لي هي طول الجزء المقطوع. فالوقت هو هيقطع في 2 ولا 3 ولا 7؟ هقول لك حاجه، فاكر نقطه راس المنحنى دي كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول 3 دي معدل محور التماثل، والواحد ده قيمه عظمى او صغرى، وانا عرفت ان المنحنى مفتوح لاسفل لانه قطع محور السينات في نقطتين، يبقى دي بالنسبه لي قيمه عظمى، يعني اعلى نقطه هيوصل لها في محور الصادات هي الواحد. فهل يعقل ان هو يقطع الصاد في 2 او 3 او 7؟ لا. ليه؟ ما قلت لك اعلى نقطه هيوصل لها الواحد، فمش معقول هيقطع في اي واحده من دول. يبقى انا بالنسبه لي اكيد هيقطع عندي السالب 8 لما ينزل تحت هنا مثلا، النقطه دي هي اللي بالنسبه لي سالب 8، فاكيد ان قيمه الجيم بكام؟ بسالب 8. السؤال اللي بعده بيقول لك قطعه ارض على شكل مستطيل بعدها 6 و9 من الامتار، معايا مستطيل اهو الابعاد بتاعته عباره عن 6 في 9. حلو جدا، يراد مضاعفه المساحه هذه القطعه. ماشي، ركز معايا. هو الوقت دي القطعه عباره عن 6 في 9، مساحتها بتساوي كام؟ يعني مساحه المستطيل اللي قدامي ده هيبقى عباره عن 6 في 9 اللي هي بالنسبه لي 4 وكام؟ 54. أنا الوقت عايز ضعف المساحة، فبالنسبة لي إن ضعف المساحة دي عبارة عن 56 في 2 يعني 112. خلاص؟ 6 في 9 لا ده 54 معذرة. ماشي، فيبقى بالنسبة لي دي كده
4 يبقى 54 في 2 ب 108. تمام؟ المساحه ب 54 انا عايز اضاعفها، يبقى 54 في 2 ب 108. طيب قال لك ان انا عايز اضاعفها ازاي؟ بزياده كل بعد من بعديها بنفس المقدار. يعني انا معايا المستطيل اهو، الستة دي هزود عليها رقم وليكن س، والتسعة دي هزود عليها نفس الرقم فهو لازم يبقى س. حطيت هنا كاف كاف، ميم ميم، عين عين، الف الف، المهم ان هو نفس المقدار. وساعتها المساحة هتبقى كام؟ هتبقى 108 بس. طب هنا المساحة عبارة عن ايه؟ الطول في العرض، يعني عبارة عن 6 زائد س في 9 زائد س. الكام ده هيساوي كام؟ 108. عايزين بقى نضرب الاثنين دول ونجيب قيمة س، صح؟ صح. بس انا ممكن ما اعملش كده، انا ممكن اشوف الاجابات يا باشا. مش السين بتلاتة؟ اه، يعني دي مثلا لو انا عوضت عنها بتلاتة ودي برضه بتلاتة، هيبقى 6 زائد 3 9 في 9 زائد 3 12. 9 في 12 بكام؟ لو جيت ضربتها اصلا هتطلع معاك 180. يبقى انا بالنسبه لي ان قيمه السين بتلاتة صح. حلو حلو، دي طريقه ماشي. الطريقه الثانيه بقى ان انا ممكن اضرب القوسين دول في بعض واحل معادله والكلام ده كله. يعني اضرب 6 في 9 ب 54، وبعدين 6 في س ب 6 س، س في 9 ب 9 س، وس في س ب س تربيع بيساوي كام؟ 108. هنا الس تربيع اهي، و6 س و9 س 15 س، هجيب ال 108 هنا. خلي بالك ده 54 هيجي لها 108 بالسالب اللي هي يعتبر ضعفها، فيطلع لي سالب 54. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي صفر. شايف المعادله الجميله دي؟ انا عايز احللها. فهنفتح قوسين س وس، الاخير سالب، يبقى واحده موجب واحده سالب، عددين ضربهم 54، وهنا الفرق ما بينهم كام؟ 15. طيب خلي بالك انا عرفت ان السين بتاعها اصلا، فهي عندك 3 في 18. على فكره انت ممكن تحل بالاله الحاسبه، ولكن انا بعلمك ايه. 3 في 18 ب 54، ما تكبرش بقى اللي في النص، يبقى هنا ال 18 وهنا ال 3. يبقى من هنا ان س بسالب 18 والكلام ده مرفوض، ومن هنا ان قيمه الس ب 3، لان انا بالنسبه لي عايز الحاجه دي من الموجب، يبقى فعلا في القيمه ب 3 اللي هو الاختيار ايه؟ اختيار الف. ماشي، هو الحل السهل اللي انت جربته وريحت دماغك. بيقول لي اذا كان الشكل المقابل بيمثل منحنى الداله د، حيث عايز مجموعه حل د س بيساوي صفر. قلنا معايا داله تربيعي، عايز اجيب مجموعه الحل بيساوي صفر، بدور على اهي نقطه او نقط بقى، نقط التقاطع مع محور السينات. بشوف المنحنى قطع مع محور السينات فين. المنحنى ده كله فوق، مش قاطع محور السينات خالص في اي نقطه، يبقى بالنسبه لي ان مجموعه الحل في اي. بس هنا برضو نفس الفكره، بيقول لي مجموعه حل المنحنى ده بقى جاي عند محور السينات عند النقطه دي اللي هي سالب 2، يبقى مجموعه الحل قوس المجموعه سالب 2. خلي بالك في ناس بتختار سالب 2 وصفر، يا جماعه قلنا دي نقطه، دي مش مجموعه حل، فما ينفعش. خلاص، هو هنا لمس السينات او ممس، هنا الجذرين حقيقيين متساويين، وده هنعرفها بعد كده باذن الله. اللي بعد كده بيقول لي برضه نفس الفكره، هنا هنا مجموعه الحل، وقطع السين عند الواحد وقطع السين عند السالب 3. يبقى انا بالنسبه لي مجموعه الحل 1 وسالب 3، و1 وسالب 3 في قوس مجموعه، يعني بالشكل ده كده. فطبعا 1 وسالب 3 قلنا هي هي سالب 3 و1، والله ما تفرق. خلاص، فهنا بالنسبه لي سالب 3 و1 هي دي الصح. طبعا سالب 1 و3 لا، هي العكس، سالب 3 و1. خلاص تمام، هنا سالب 1 و3 ده قوس فتره ما ينفعش، وده برضه قوس فتره ما ينفعش. 16 بيقول لي الشكل المقابل يمثل منحنى الداله د، حيث داله س بتساوي ا س تربيع زائد ب س زائد ج، اي مما ياتي صحيح. اول حاجه بتلفت انتباهي ان المنحنى ده مفتوح لاعلى، المنحنى ده عامل بالشكل ده كده صح؟ المنحنى ده مفتوح لاعلى، يبقى اذا معامل س تربيع سالب. يعني مين معامل س تربيع هنا؟ اللي هو الالف، وطالما سالب يبقى الالف اقل من الصفر. طيب اول اجابه فيها الف اكبر من الصفر غلط، وهنا الف اكبر من الصفر برضه غلط، يبقى يا اما ج يا اما د. طيب
المنحنى ده قطع محور الصادات في النقطه دي، بالنقطه دي في الصاد الموجب. احنا عارفين ان الجيم دي بتدل على طول الجزء المقطوع من محور الصادات، لان الجيم دي نقطه تقاطع مع الصادات، فلما احط السين بصفر دي هتتشال، دي هتتشال، هيفضل لي الجيم. طب هو قطع الجيم هنا وليكن في 5، لان ده في الجزء الموجب مثلا، يبقى اكيد ان قيمه الجيم دي اكبر من الصفر. ان هو قاطع محور الصادات في الجزء الموجب، يبقى بالنسبه لي الف اقل من الصفر وجيم اكبر من الصفر، اللي هو الاختيار جيم باذن الله اختيارنا الصح. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل اذا كان حجم متوازي المستطيلات ده 40 فان قيمه السين. حجم متوازي المستطيلات افتكر معايا كان عباره عن الطول في العرض في الارتفاع او حاصل ضرب ابعاده الثلاثه اللي هي كانت سين صاد عين. ايا كان بقى يا باشمهندس، خلاص؟ طيب انا معايا دلوقتي الجزء ده باتنين، في الجزء اللي بعده اللي هو السين، في الجزء اللي بعده اللي هو سين زائد الواحد، الكلام ده بيساوي كام؟ 40. قبل ما اضرب واتعب دماغي، لو انا قسمت هنا على الاثنين وانت قاسم هنا على الاثنين فده هتروح، صح كده؟ فيفضل لي سين في سين زائد الواحد بيساوي 40 على الاثنين فال 20. زي ما قلت لك ممكن نجرب الاجابات، بمعنى لو شلت السين دي وحطيت 7، وهنا 7 زائد 1 يبقى 8. 7 في 8 ب 20؟ لا. طب لو انا حطيت 6 يبقى دي 6 في 6 زائد 1 اللي هي 7، 6 في 7 ب 42؟ غلط. طب 5 دي 5 في 5 زائد 1 اللي هي 6، 5 في 6 ب 30؟ غلط، يبقى اكيد ال 4. تعالى كده 4 في 4 زائد 1 اللي هي 5، 4 في 5 ب 20 فعلا، يبقى هي ب 4. مش عايز طريقه التجربه مع ان دي بتوفر معاك وقت، عادي جدا اشتغل. س في س ب س تربيع، س في 1 ب س، الكلام ده بيساوي 20. تعالى نجيب ال 20 هنا، يبقى س تربيع زائد س ناقص 20 بيساوي صفر. حلل لي المقدار ده، الس تربيع س في س الاخير سالب موجب في سالب، وال 20 4 في 5 وكده شبه في النص، هنا 5 من 4. س زائد 5 يبقى الحل الاول ان س بسالب 5. خلاص؟ هنقول س زائد 5 بتساوي صفر ونودي ال 5. وس ناقص 4 يبقى الس بكام؟ ب 4. يبقى فعلا قيمه الس ب 4 والسالب 5 مرفوض، لان دي بالنسبه للابعاد، يبقى فعلا الحل بتاع الصح كام؟ 4. خلاص؟ السؤال 78 واعتقد ده الاخير. بيقول لي اذا كانت مساحه ال 78 18، اذا كانت مساحه المستطيل 78 فان محيط المستطيل، لسه قايلين مساحه المستطيل هي الطول في العرض، فهضرب البعدين دول في بعض اللي هم س ناقص 3 هضربها في س زائد ال 4 والكلام ده بيساوي 78. حلو جدا. س في س ب س تربيع، وس في 4 ب 4 س، سالب 3 في س بسالب 3 س، وسالب 3 في 4 بسالب 12 بيساوي 78. هنجيب ده، فدي كده س تربيع، و4 س ناقص 3 س يبقى موجب س. ال 78 هنا هتيجي بالسالب وفي سالب 12، هتبقى بالنسبه لي سالب 90، يبقى دي سالب 90 بيساوي صفر. هنبدا نحلل دي سواء بالاله او بايدك، مفيش ادنى مشكله. الس تربيع س في س الاخير سالب موجب في سالب، عددين ضربهم 90 الفرق ما بينهم 1، 10 في 9 والكبير شبه اللي في النص، يبقى هنا 10 وهنا 9. هنقسم الكراسه، يبقى س زائد 10 بيساوي صفر، ومنها الس بيساوي سالب 10. بعكس الاشاره، س ناقص 9 بيساوي صفر، ومنها الس بيساوي 9. طبعا ده مرفوض، قلنا مفيش اطوال بالسالب، يبقى الس بكام؟ ب 9. يبقى انا عرفت ان قيمه الس ب 9. لما تيجي كده نرسم المستطيل ونحط البعدين بقى. دلوقتي الس دي ب 9، ف 9 زائد 4 يبقى 13. وهنا دي الس ب 9 يبقى 9 ناقص 3 ب 6. فده كده البعدين بتوعي. طب هو عايز مني ايه؟ عايز مني المحيط. فالمحيط هو الطول اللي هو 13 زائد العرض اللي هو 6 الكل في 2. 13 زائد 6 يبقى 19. 19 في 2 يبقى الكلام ده باذن الله ب 38. يبقى المحيط بالنسبه لي 38 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار جيم. اعتقد ده كده السؤال ايه؟ الاخير. بس كده ده السؤال الاخير باذن الله. ده كده حل الاخطر على الدرس الاول يا باشمهندس، اللي هو متطلبات قبليه، استفدت فيه طولت فيه عن كل سنه، ولكن عشان قلنا ونبهنا لاهميته قلنا احنا بنصور حل جديد وحل نظيف، وهتشوف شاشه كويسه، فباذن الله يبقى دي حاجه هتعيش باقي العمر باذن الله، فنشرحها باستفاضه كده بفضل الله. احل معاك المقال باذن الله، احل معاك المقال، والدرس ده مش عليه اختبار تراكمي، عشان ده زي ما قلت لك ده متطلبات قبليه، يعني يعتبر مش درس في المعنى. طب مش في درس مهم؟ لا ده مهم جدا جدا بفضل الله. كده وصلنا لاخر حصه النهارده،
اتمنى لو استفدت تشير الفيديو ده في كل حته عشان تتابع المنهج معانا بصوره كويسه ان شاء الله. اشوفكم على خير الفيديوهات الجايه باذن الله، ودعواتكم اهم حاجه، وربنا معاكم ويوفقكم. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام ميرا رياض، وشكرا جدا.